أقاتل والمحامي نجس. خطباء معاتيه لن أصفهم بأقل من هذا، والله معتوهون، والله وأنا أعلم برسول الله، والله إنهم معتوهون. يخرج على المنبر يا أخي تكريه، فقه تكريه، علم تكريه، وإلا والله وتالله وبالله لنسير الجيوش ونسير القبائل عليكم ونأكلكم أكلة. يا الإسلام إيش الإسلام؟ ما في حدا، إيش الإسلام؟ ما في حدا بيقف وبتسأل ما هو هذا الإسلام؟ من وراء هذا الإسلام؟ من وراء هذا الخطاب؟ إلى متى سنبقى هكذا صماً بكماً عمياً؟ إلى متى؟ نعم، هاي لعبة خطرة، أنا أحذر، هاي لعبة خطرة. أنتوا جاي تشيلون قشم، يعني بصراحة أكو بعض الجهاد جاي تدفع الشيعة إلى أن تذب روحها بأحضان إبليس. حتى من لم يوافقه من علماء الشيعة أيضاً ماذا؟ إمام إلى النار ملان. أنتوا روحوا اسمعوا فضائيات الشيعة الآن اللي محسوبة مع الأسف على مراجع يدعون لأنفسهم ما يدعون. بمجرد أن يختلفون معهم بمجرد شيء يصير، ولهذا يعنون السيد الإمام إمام إلى النار ملان. روحوا اقرأوا في المواقع مالتهم. لماذا؟ لأنه اختلف معهم، لا يؤمن بما يقول. خلص سيد الإمام، الشيخ بهجت، سيد الطباطبا، هذول كلهم لماذا؟ لأنه لا يتفق مع هالجهلة الذين لا يعرف أصلهم من فصلهم ومن أين جاءوا وإلى أين يندمون ومن أين يتغذون. مع العلم أن هناك أمور وصلت إلى حد التكفير من الجهتين. نعم، ولذلك أكرر المشكلة باختصار في التطرف الطائفي. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من دخل البيت الله الحرام وحج واعتمر فهو منا ونحن منه.